معايا على التليفون نجم منتخب مصر في التسعينات وكأس العالم 90، صخرة الدفاع، الكابتن هشام يكا، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم. يا كابتن هشام، مساء الفل، منورني وأهلا بحضرتك. مساء الفل عليك يا باشا، ويا رب دايما كده في افراح. احنا طبعا قول لي الزمان يرجع يا زمان. ارجع الزمن، احنا في ارجع. افراح يعني الزمالك والاهلي عاملين نشوه حلوه جدا جدا. في الفتره اللي فاتت. فزنا وطبعا وتربعنا على بطولات افريقيا، فدي حاجه طبعا اضافه جميله. واحنا بنلعب افريقيا، يعني احنا في الاول وفي الاخر احنا في افريقيا وبنلعب في افريقيا واحنا متسيدين، وحاجه جميله جدا. هي بس ان شاء الله الدعم طبعا كله لمنتخبنا الفتره اللي جايه، لان احنا محتاجين الحته دي. يعني يمكن ممكن يكون عندنا بعض السلبيات في حاجات، لكن خلينا ننسى السلبيات ونفكر في الايجابيات بشكل كبير جدا. يبقى عندنا تفاؤل ان لغايه ما نغير حاجات كتير جدا بالفتره اللي بعديها ان شاء الله. لكن دلوقتي احنا يهمنا المكسب، يهمنا طبعا ان المنتخب يؤدي افضل ما عنده. طبعا تواجد نجومنا المحترفين مع النجوم الموجوده مع لعيبه الزمالك والاهلي النهارده في حاله ارتفاع في الثقه بالنفس، وده طبعا هيديهم ان هيبقى انعكاس كبير جدا على الاداء مع المنتخب ان شاء الله باذن الله. فده طبعا يعني هتبقى مكسب كبير جدا ان شاء الله لينا المنتخب المصري، وده اللي احنا منتظرينه باذن الله. طيب كابتن هشام، النغمة للأسف الشديد اللي سايدة عند البعض في وسائل الإعلام للأسف الشديد إن الأمور سهلة وإن إحنا وصلنا لكأس العالم وإن الأمر بسيط وإحنا مش عارف إيه، على الرغم أن النهاردة كابتن هشام يعني جبت المجموعات كلها وحصرتها مرة تانية مع حضرتك. مجموعة مصر طبعا 6 نقاط، بوركينا 4 وغينيا بيساوي 4، يعني ورانا مباشرة. شوف بقى المجموعة التانية، السنغال 4 نقاط والسودان 4 نقاط متساوية مع السنغال بكامل نجومها. في المجموعة الثالثة جنوب افريقيا، رواندا هي الأولى ب4 نقاط، رواندا جنوب افريقيا 3 نقاط ونيجيريا نقطتين اتنين، تخيل؟ يعني رواندا الأولى. المجموعة الرابعة الكاميرون 4 نقاط وكاب فيردي 4 نقاط وليبيا 4 نقاط، كله زي بعضه. المجموعة الخامسة المغرب 3 نقاط وزامبيا 3 نقاط وتنزانيا 3 نقاط. شوف المغرب بإنجازاتها 3 نقاط وزامبيا نفس الرصيد وتنزانيا نفس الرصيد. المجموعة السادسة كوت ديفوار 6 نقاط والجابون 6 نقاط. المجموعة السابعة هي الجزائر اللي فارقة 6 نقاط وأوغندا 3، تونس 6 نقاط وغينيا الاستوائية 6 نقاط. شوف بقى المجموعة اللي بعد كده يا كابتن، جزر القمر 6 نقاط يليها مالي 4 وغانا 3. ما عادش يعني كبير وصغير يا كابتن. ما انا هقول لك ليه. اولا معظم الفرق الكبيره هتلاقي لعيبه منتخباتها بتلعب في اوروبا. فطبعا النهارده لما تيجي تتكلم على السنغال يبقى النهارده اللعيبه النهارده اني الاحسن هو بالنسبه لي بيبقى ايه؟ لما بيحترف بيبقى احسن من هو يلعب للمنتخب بتاعه. يعني انت فاهم الافضل لي ان هو يحترف، لان طبعا فيها فلوس كتير وفيها عقود وحاجات اكتر. فطبعا لكن تعال بقى بص لعيبه السودان مثلا في المجموعه اللي انت بتكلم عليها، او لعيبه الجابون، او اي لعيبه من اللعيبه دي، هتلاقي مستوى الاداء بتاعهم اقل. فنجومهم بيتساوي مع النجوم نيجيريا، لان نيجيريا بتيجي بتلعب باستهتار او بيلعبوا بتعالي او بيلعبوا بخوف. فكل ده طبعا بيأثر على نتيجة المباريات في الفترة اللي فاتت. وده النهاردة بقى ايه؟ يقول لك العب في اوروبا اضمن وجودي في اوروبا في نادي اللي انا بلعب فيه، واخاف على نفسي وما اتعورش في احدى المباريات مع المنتخبات، لان في الاول وفي الاخر ما فيش اضافة ليها، ملهاش عائد مادي كبير. فطبعا هو بس مجرد هي وسيله ان هو بيبقى دايما موجود لعيب منتخب لعيب منتخب، لكن تيجي تبص لحقيقه الموقف تلاقيه بيخاف على نفسه وعلشان خاطر ما يخسرش فرصه وهو موجود محترف. لكن الفريق الثانيه زي رواندا السيده مثلا المجموعه بتاعت، طب ما ليه؟ هتلاقي كل لعيبتها الكويسين موجودين وبيحاولوا ينافسوا بشكل كبير جدا، فبيلعبوا مع الفرق الثقيله في المجموعه اللي معاها بيحصل انخفاض في المستوى نتيجه ان هو ممكن يكون اللعيبه بتاعتهم المحترفين تبص تلاقيهم ايه عندهم ماتشات كتير
عندهم كل 3 ايام ماتش، فطبعا انت عارف ده بيأثر على الجهد بدنيا والسفر وبدنيا والكلام من ده، فده مأثر على المنتخبات الكبيره. الشغل ده كله مؤثر على المنتخبات الكبيره، هتلاقي الفرق اللي هي منتخباتها لاعبتها مش محترفين كتير او متواجدين بشكل كبير جدا في الدوري بتاعهم، هتلاقيهم هم الاميز دلوقتي او هم اللي بينافسوا بشكل اقوى. وده وده اللي موجود دلوقتي مع منتخب مصر، يعني برضو النهارده منتخب مصر سيبك من طبعا بوركينا فاسو طبعا فرقه ثقيله كل لاعبيها محترفين يا كابتن من اولهم لاخرهم. بالظبط بالظبط، لكن برضو يعني انت يعني برضو منتخب مصر برضو اسم كبير، لكن ده ما يمنعش ان احنا ما نخافش، لا او ما نعملش حسابنا، مش بقول نخاف، لا نلعب نلعب ونجتهد والجمهور يكون ورانا، ده اللي احنا عايزينه. ما الجمهور ده بص، الجمهور وراك وراك بطريقه غير طبيعيه، الجمهور ما فيهوش مشكله، لكن احنا دورنا بقى احنا كلعيبه اللي في الملعب، دور المدرب، حتى لو هنتكلم على دور المدرب وبرضه هتلاقي ان السلاح بتاعك دلوقتي هو لعيبتك، هم اللي موجودين في الملعب، هم اللي بيلعبوا، هم ال 11 واحد اللي بيشاركوا، هم اللي بينزلوا الملعب، هم اللي المفروض ان هم يتحدوا على ان هم يأدوا اداء كويس. ما ينفعش ان انا النهارده بقى عندي نجوم كبيره واسامي كبيره مش قادرين نتفاهم تمام، او مش قادرين نوصل لمرحله التفاهم مع بعضينا. يا جماعه لازم نسرع الكوره، نلعب لمسه ولعبه، نعمل بتاع، نعمل الجروبات، الجروب ناحيه اليمين والجروب ناحيه الشمال، مين يتحرك من تحت، مين يتحرك من فوق، مين يكمل الكلام ده كله، مين اللي يقوله مع بعض، ما لازم اللعيبه تقعد مع بعضيها شويه. الجهاز الفني معاهم يعني ليل ونهار. الجهاز الفني، ما انا بقول لك الجهاز الفني مهما كان دوره ايه، لكن اللعيبه انتوا هتعملوا ايه؟ احساس اللاعب باهميه الوصول لكاس العالم. مظبوط مظبوط بالظبط. انت عندك النهارده، انا النهارده لما وصلت لعبت كاس عالم، انا ماشي في الشوارع لحد دلوقتي على حس كاس عالم 90، يعني ال 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 البطوله دي بتعملك نجم كبير دايما. انت واحد من افضل 11 راحوا كاس عالم، يعني المفروض انك انت النهارده لما بتيجي كل لعيب النهارده يفكر وهيروح كاس العالم، هيجي بص انا من افضل 11 لعيب منتخب مصر لعبوا ووصلوا كاس العالم سنه 2025 ولا 26 وات ايفر، انت فاهم؟ يبقى لازم اللعيبه دي تبقى عندها من جواها الغرض ده. الغرض ده اتزرع فينا لما جينا لعبنا وفكرنا نلعب كاس عالم 90 سنه 88، انت فاهم؟ لما كابتن الجوهري اخذ المهمه وقبلها واشتغل عليها، اول يوم في الكلام قال لك انا اخترت افضل 11 لعيب او افضل مجموعه لعيبه، ما اخترتش احسن لعيبه في مصر. مقاتل. قال لك انا قال لك اخترت افضل 11 مقاتل. مقاتل مظبوط، انت فاهم؟ قالكش انا اخترت احسن لعيبه، لان كان ساعتها احسن لعيبه في مصر كان في بلاوي اسامي كبيره، حمد عبد اللطيف وايمن يونس عندنا، وكان كهربو زيد في الاهلي، وكان علاء ميهوب، وكان بتاع يعني النجوم اللي كانت موجوده ساعه لما اختار كابتن الجوهري اختار اللعيبه، قال لك انا اخترت افضل مقاتلين، افضل مجموعه تقاتل من اجل منتخب مصر. ما قالكش احسن لعيبه، لان لو احسن لعيبه طارق زيد ده نجم كبير، انت فاهم؟ وده اللي خلانا ده اللي خلانا في كاس العالم للقارات نلعب كده على البرازيل وعلى ايطاليا مع الجيل العظيم اللي خد 2006 و8 و10. الروح دائما يعني اي فوارق بتذاب تماما تماما من خلال الاصرار والروح والعزيمه، وده ان شاء الله باذن الله عهدنا بنجوم منتخبنا يا كابتن هشام، ودعواتك ان شاء الله كابتن هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك. شكرا جزيلا. طيب ايضا النهارده كانت في جلسه مع ميكال المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، في امل كبير قوي مع الراجل ده ان شاء الله في تحقيق شيء في اولمبياد باريس 2024. عندنا مباراتين مع كوت ديفوار